بعد فشل ميليشيا المخلوع الصالح والحوثي من إحراز أي تقدم في جبهة مدينة تعز، لجأت قبل أشهر إلى فتح جبهة جديدة غرب المحافظة. هذه هي منطقة حمير التابعة لمديرية مقبنة والمحاذية لمديرية جبل حبشي الواقعتان غرب المحافظة. تشهد يوميا محاولات مستميتة للميليشيات بهدف التقدم وتحقيق عملية التفاف على الجبهة الغربية العسكرية للمحافظة. تمركز المقاومة الشعبية على هذه التلال الاستراتيجية مكنها من إفشال محاولات يومية لميليشيا المخلوع الصالح والحوثي من التقدم رغم فارق الإمكانات في السلاح والعتاد. على الجانب الإنساني، تتعرض قرى المنطقة للقصف المستهدف بشكل شبه يومي، كما يقول الأهالي، من قبل الميليشيات من مواقع تمركزها عند منطقة البرح أو مصنع البرح الواضح أو خلف هذه التلال الاستراتيجية، ما تسبب في استمرار موجة نزوح الأهالي من المنطقة. أحمد البكاري، يمن شباب، من جبهة حمير غرب تعز.